تحياتي لك زميل والسادة المشاهدين من محافظة قنا، هذه المحافظة التي تشهد لليوم الثاني على التوالي الانتخابات البرلمانية. تم فتح صناديق الانتخابات أمام الناخبين في تمام الساعة 9 صباحا هذا اليوم. لم تكن هناك أي لجنة عن فتح المواعيد، فتح الصناديق في المواعيد المحددة لها، التزام تام من قبل السادة القضاة. هناك أيضا تفاصيل عدة حول هذا الموضوع أو حول هذا المشهد الانتخابي في اليوم الثاني، ولكن يعني دعنا زميلي أن نترك التفاصيل حتى يوضحها لنا سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. بداية نستطيع أن نقول أن سيادة اللواء أشرف الداودي يعني بدأ منذ صباح اليوم وبالأمس على يعني بالمرور بنفسه على كافة اللجان الانتخابية في هذه المحافظة للاطمئنان بنفسه على العملية الانتخابية. أهلا بحضرتك سيادة اللواء أشرف الداودي. أهلا بك أستاذ أحمد. فندم عايزين نعرف حضرتك يعني تفاصيل عن المشهد الانتخابي اليوم والذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحا، ونعلم أن حضرتك يعني قمت بالمرور منذ الصباح الباكر لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات للعملية الانتخابية لليوم التالي على التوالي في العديد من النقاط والأماكن الانتخابية المختلفة. طبعا الحقيقه طبعا الحمد لله النهارده اليوم الثاني في الانتخابات عملنا جوله صباحيه للمرور للتاكد على سير فتح اللجان وسير العمليه الانتخابيه. الامور ماشيه الحمد لله طبيعيه ومفيش مشاكل، ما عندناش في اداره الازمات اي شكاوي لحد الان تؤثر على سير العمليه الانتخابيه. اللجان منتظمه، رجال الامن موجودين للتامين وموجودين لمساعده الغير قادرين على الحركه او ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا الاجراءات الاحترازيه شغاله على اكمل وجه، سواء من عمل التطهير وتوفر المطهرات الكمامات، يعني انت داخل البوابه تلاقي بناتنا واقفين بالكمامات بيقدموها للداخلين ينتخبوا بدون اي تكلفه ماديه. الامور الحمد لله طبيعيه. امبارح الحمد لله كان يوم جميل ويوم مشرف في محافظتنا، يعني الاقبال الجماهيري الحمد لله في محافظتنا امبارح كان اقبال كبير، وان شاء الله يعني نستمر على هذا المنوال النهارده ويكون شكلنا باذن الله في انتخابات مجلس الشعب بشكل مشرف باذن الله. سيادة المحافظ، ماذا عن التعاون الامني مع المحافظه من قبل رجال الشرطه يعني ويعني وذلك لما شاهدناه امس واليوم من تعاون كبير ايضا بتنفيذ التعليمات الخاصة بالالتزام بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بتدعية فيروس كورونا؟ الحقيقة طبعا رجال الأمن في المحافظة الحقيقة بنقدم لهم كل الشكر على مجهودهم، يعني من سيد مدير الأمن وكل السادة الضباطنا اللي موجودين في اللجان الانتخابية وموجودين في الشوارع بيأمنوا عملية سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة وبشفافية كاملة، فالواحد بيقدم لهم كل الشكر. وبرضه الحقيقة برضه ما ننساش نقدم شكر لأبناء القوات المسلحة اللي موجودين معانا في مراكز إدارة الأزمات بيتابعوا سير العملية الانتخابية وبيطمنوا الحمد لله إن كل الأمور ماشية كويس، لهم كل الشكر والتقدير. والشكر الاكبر طبعا لمواطنينا، مواطنين ان اللي هم الحقيقه يعني في عرس ديمقراطي النهارده التزامهم ومشاركتهم الفعاله على الارض دي اللي الحقيقه مخليه وضع الانتخابات في المحافظه الحقيقه حاجه مشرفه. يا فندم سيادتك، احنا شهدنا بالامس يعني اقبال من الناخبين على العمليه الانتخابيه، ولكن ما شهدناه هو ليس اقبال نابع من العصبيه والقبليه التي ربما قد تحكم الانتخابات في محافظه مثل محافظه قنا، ولكن هناك ما لمسناه هو توعيه من قبل المواطنين، وخاصه فيما يتعلق ب يعني ما لمسه المواطن في محافظه قنا من مشروعات تنفذها الدوله على ارض الواقع، مما جعل يعني المواطن يعني يكون قلبا وقالبا مع الدولة. والله دي حقيقة فعلا، يعني هو برضو في الأصل المواطن القناوي يعني شعب مثقف جدا، شعب عريق ليه حضارة. طبعا يمكن أول ما جيت المحافظة لفت نظري قد إيه اهتمامه بالنظافة والحفاظ على النظافة والحفاظ على البيئة في المحافظة، فهو فعلا شعب مثقف. بالإضافة طبعا ما تقدمه الدولة لأبنائنا فينا الحقيقة طبعا يعني كبير جدا، ويعني مشروعات ضخمة، يعني يكفي اقول لحضرتك ان كانت مياه الشرب والصرف الصحي هنا يعني في حدود من 7 ل 12%. الحمد لله احنا وصلنا مياه شرب الدوله الحمد لله بمشاريعها في المحافظه هنا وصلنا ل 99% من مشاريع المياه الحمد لله خلصت. كانت الناس بتعاني وبتئن في الحر الشديد دوت من انقطاع المياه وعدم وجودها اصلا، دلوقتي الحمد لله بقت بنسبه 99%. برضه الصرف الصحي ماشيين على قدم وساق ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله في نهايه خطه التنميه صعيد مصر
ان شاء الله يبقى عندنا الحضر بالكامل للصرف الصحي 100%، وان شاء الله الكره 50 ومكملين لحد ما نوصل ل 100%، بالاضافه لمشاريع كثيره العديده في مجال الكهرباء طبعا، مدارس، في كل الملفات الحقيقه، عشان طبعا احنا بنتكلم الانتخابات مش عايز اطول في الموضوع ده، انما الحقيقه طبعا واضح الدوله يعني مكرسه جهدها. يكفي اقول لحضرتك ان هنا ان شاء الله الدوله عاملاها نموذج لصعيد مصر، هنا وسوهاج ضمن خطه تنميه صعيد مصر هيبقوا نموذج يحتذى به في كل ربوع صعيد مصر. يعني فندم حضرتك عايز يعني توصل رسالة بأن المواطن والمشروعات الخدمية التي لمسها المواطن على أرض الواقع هنا والتي تقوم بها الدولة، سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية في مجالات مختلفة زي الإسكان والتعمير والتعليم وغيرها، يعني هي كانت له الدافع الأساسي والرئيسي في يعني الحرص على الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية. هناك فندم أيضا غرفة عمليات المحافظة، دورها كان إيه؟ وبالأمس يعني كان هل رصدت بعض الشكاوى او المخالفات او غيرها؟ فبس في الجزئيه اللي فاتت انا بس عايز اكد ان حرص المواطن بينبع في الاصل برضو حبه البلد، وطبعا في في في, في الاصل يعني، وطبعا ان هو حاسس فعلا بالعمليه الديمقراطيه في مصر بتصير الحقيقه بتقدم كبير جدا، وحاسس بالراحه وحاسس بالحريه، ده بيخليه ان هو يشارك في الانتخابات، يعني ده الاساس قبل اي شيء، بالاضافه بقى لما قلناه في الحديث. بالنسبة لإدارة الأزمات في المحافظة، احنا عندنا مركز إدارة الأزمات شغال بيدير العملية الانتخابية ويتابع انتظام العملية الانتخابية من القرارات الانتخابية لحد انتهائها. ما فيش الحمد لله، كل الإجراءات ماشية بصورة طبيعية. المركز الأزمات ده بيمثل في كل المحافظة، كل الإدارات الخدمية، الأمن موجود، القوات المسلحة موجودة، كل الأطراف موجودة في إدارة الأزمات، متصلين مركزيا مع المدن والقرى في المحافظة عشان نتابع هذه العملية، والحمد لله احنا ماشيين كويس ومفيش مشكلة. عاملين طبعا إجراءات احتياطية قوية جدا طبقا لتوجيهات الدولة، وان احنا نبقى عندنا مصادر احتياطية، يعني على سبيل المثال الكهرباء لو قطعت احنا عندنا مصادر احتياطية، المية شركة المية رافعة الحالة للطوارئ، كل المرافق مستعدية برضو لو حصل لا قدر الله حريق برضو هنبقى احنا جاهزين للاطفاء الاسعاف. وانا ماشي على الطريق الصبح بعدي على اللجان، حصلت حادثة بسيطة قدامي كده بالظبط دقيقة، كانت عربية الاسعاف بتشيل المواطن اللي اتصاب في الحادثة. في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك سيادة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومزيد من النجاح والتقدم والتوفيق للدولة، ومزيد من الوعي والحرص أيضا على دعم الدولة بشكل كبير من قبل المواطن هنا في محافظة قنا. نشكر حضرتك مع سيادة المحافظ، وإن شاء الله مزيد من التقدم، وكما ذكر سيادة المحافظ السيد اللواء أشرف الداودي أيضا التعاون القوي والمستمر بين المحافظة ورجال الشرطة في دعم العملية الانتخابية بشكل كبير حتى تسير حتى تتم بالشكل المرضي للمواطن المصري. الزميل أحمد أبو الحسن مراسل أخبار مصر، كنت معنا من محافظة قنا.